السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجنا كنوز القرآن. موضوع النهاردة مهم جدا وهو عن حقوق المرأة، بس قبل ما نبدأ موضوعنا أحب أرحب بزميلي ناصر. أهلا بك يا ناصر. أهلا بك يا شيماء، منورة. وطبعا حابب أقول طبعا في البداية أنه من أجمل الحاجات اللي في حياتنا واللي بترتب على قلوبنا وعلى أسمعنا هو القرآن الكريم، فعشان كده طبعا احنا موجود معانا طبعا المفكر والباحث الاسلامي الاستاذ حسين حماد، منورنا دايما. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا استاذ حسين. اهلا بحضرتك يا استاذ. كنز اليوم طبعا النهارده من سوره النساء. نعم. فمحتاجين بقى اطلاله سريعه كده عن معاني الايات. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك على هذا النبي العربي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، سبحانك اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ثم أما بعد، كنز اليوم وموضوع اليوم هو حقوق المرأة عند زوجها، وهذا الكنز تحويه آية اليوم من سورة النساء، وهي قول الله تبارك أسماؤه: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، إلى آخر الآية الكريمة من سورة النساء. وهذه الآية تتحدث باختصار على أول الحقوق التي مكفول للزوج تجاه زوجته أن يقوم به، ألا وهو حق القوامة. حق القوامة يعني باختصار المصاريف أو حق الرعاية والحماية من قبل الزوج إلى الزوجة. الرجال قوامون يعني راعون ومتكفلون بالنساء بما فضل الله بعضهم على بعض. فضل الله الرجل بالقدرة والقوة وجلب المال، وفضل المرأة بالاستماع والطاعة والقيام بما يناسبها من أمور وأعمال، بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالمال أو الاكتساب أو النفقة حق أصيل من حقوق الزوج تجاه زوجته. محتاجين في البداية طبعا عايزين نعرف كيف اهتم الإسلام بالمرأة. لا يوجد دين من الأديان اهتم بالمرأة كما اهتم بها الإسلام. فالمرأة في الحضارات والأديان الأخرى قبل الإسلام كانت مهانة أشد الامتهان. هنذكر بعضا من الأمور التي أو بعضا من الصور التي تمثل إهانة المرأة إهانة شديدة قبل الإسلام وإعادة الإسلام الكرامة الحقيقية للمرأة. أولا، المرأة كانت تسلب حتى حق الحياة بالوأد، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، فمنع الإسلام الوأد. المرأة سلبت حق الحرية في اختيار الزوج قبل الإسلام، كفل لها ذلك بعد الإسلام. فالثيب تستأمر، فالثيب تستأذن والبكر تستأمر. يعني ايه تستأذن وتستأمر؟ يعني الثيب المتزوجة سابقا الأمر أمرها والكلمة كلمتها في أمر زواج، والبكر تستأذن في الزواج بالرفض أو القبول، ما كانش لها رأي آخر. الإسلام كان للمرأة قبل الإسلام إذا طلقت تتطلق عدد لا نهائي من الطلقات، فكان لها قيمة لها عند الرجل، إذا احتاجها الرجل يقربها وإن لم يحتاجها يطلقها طلقة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة. جاء الإسلام ليحد الطلاق احتراما للمرأة، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. يعني الإسلام كرم المرأة، كرم المرأة بصور كثيرة كانت لا ترث بل تورث. فكان من عادات العرب أن يرث الابن الأكبر من الزوجة الأخرى زوجة أبيه، يعتبر من ضمن يعني ميراثه زوجة أبيه من إيه؟ يعني زوجة أخرى من زوجات أبيه، يعني أمه يرثها الابن الأكبر وهو كذلك. لا يعني يحدث ذلك في دين يعني يشرفه الله ويكرمه. حرمت المرأة من هذا الخزي وأعطيت الكرامة العظيمة بأنها مش بتورث لا بترث، وكانت لها حقوق أصيلة في الميراث وفروض أصيلة في الميراث وتعصيب أصيل في الميراث. وبصور كثيرة
يعني لا حصر لها ولا عد، كرم الإسلام المرأة وجعل لها شخصية وجعل لها ما يسمى يعني في العصر الحديث بالذمة المالية المستقلة. يعني المرأة في العصر الحديث في ظل الإسلام أصبح لها ذمة مالية مستقلة. طب الذمة المالية المستقلة دي موجودة فين؟ في كلام الله، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب. يعني دي لها حق وده له حق في مالها وتصرفاتها المالية مستقلة ولها ذمة مالية مستقلة. جميل. ولو حصرنا لأعيان الحصر. احنا معنا مداخلة طبعا تلفونية الأستاذة منى، الأستاذة منى شومان زوجة الأستاذ حسين. أهلا. ألو. أهلا بيك يا فندم، إزاي حضرتك؟ أهلا بيك يا أستاذة منى، منورانا طبعا. ربنا يكرمك يا رب. ازاي حضرتك ومنوره برنامج كنوز القران؟ طبعا طبعا دي من اجمل المداخلات. مفاجاه دي مفاجاه مفاجاه جميله طبعا. استاذه منى طبعا، استاذه منى شومان زوجة الاستاذ حسين حمام. اهلا بيك يا استاذه، ولا نبوك مثل خبير. نتكلم بقى على حقوق والله بقى انتم منورين الدنيا. طبعا انت طبعا حضرتك عرفت ان دي حقوق المراه فقلت نتصل. طبعا الدنيا كده بجد منوره يعني. وبعدين بنتكلم عن المراه ما شاء الله، هو بصراحه يعني بيبدأ حقوق المراه كامله مكمله والحمد لله كمال الله وحده. ربنا يبارك الله اليك. من قلبك الكلام ده يا استاذه منى؟ احسن الله اليك. من قلبك الكلام ده؟ ان شاء الله. في سؤال في سؤال عايزه توجهيه للاستاذ حسين. والله انا يعني عايزه بس اتكلم الاول. انا عيد ميلاد بناتي الصغيرين كل سنه وهم طيبين. عايزه اقول لكم كل سنه طيبين. كل سنه وانتم طيبين يعني. اذا كان ده مش موضوع البنات بس، هم فعلا كان عيد ميلادهم، وعايزه اقول لهم كل سنه وهم طيبين. كل عام وهم بخير، ويعني بلغيهم من ابيهم سلام وقول لهم كل سنه وانتم في طاعه الله، وكل سنه وانتم في خير وفي صحه وفي يعني تقدم مستمر. يعني نفخر بهم ونعتز بتربيتهم ونأمل في ثواب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعني طبعا كفله لنا بالتربيه الصالحه. عاوز اقول لكم ان انتم طبعا برنامجكم جميل جدا، والاستاذه شيماء والاستاذ ناصر ناس قمه في الاحترام، والاستاذ حسين راجل مثقف ومتعلم، وربنا يديكم النعيم يا رب. كل سنه وهم طيبين وبالف خير وصحه وسلامه يا رب. فيعني بعد اذنك بقى، في حقوق بين المرأة والرجل عايزين نعرفها. يا سلام. بتبقى مشتركة بين الاثنين. ايوه طبعا. بين المرأة والرجل، يعني بين الست والرجل في حقوق مشتركة. لأني بسمع برامج كتير واحدة ست مع الرجالة وست مع الستات مع المرأة. احنا عايزين بقى ايه؟ احنا دلوقتي بقينا في صراع. دول بتوع الترندات. احنا عايزين نقول حاجه بقى مشتركه بين الست والراجل. للأسف يعني يا استاذة منى دلوقتي الزواج ما بقاش مشاركة بالنسبة للناس، بقى صراع. يعني هو ناس بتطالب بحقوق ده وبيطالب بحقوق ده. الإسلام دين الوسطية. الإسلام دين الوسطية، كما كفل للرجل حقوقا عند زوجته كفل المرأة حقوقا يعني لدى زوجها. وهذه الحقوق وتلك تكمل الحياة الاجتماعية وتجعل الأسرة يعني في خط متوازن مستقيم، يكمل الزوج زوجته في الحياة وتكمل الزوجة زوجها في كل الأمور. ويعني ما يوجد دي من الأديان أعطى للمرأة حقها كما قلنا، كما أعطى يعني الحياة الزوجية. الحياة الزوجية مشاركة مش منافسة يا جماعة، الناس فاهمة غلط. يعني الحياة الزوجية مشاركة. طبعا نورتينا طبعا مدام منى وشرفتي الحلقة. طبعا بلغي تهنئتنا للبنات، كل سنة وهم طيبين. طبعا كل سنة وحضرتك طيبين. في أي أسئلة تانية عند حضرتك؟ شكرا شكرا ليك شكرا ليك. نرجع لكلامنا طبعا. عايزين بقى نعرف حقوق المرأة ايه هي. اولا حقوق المرأة عند زوجها كفلها لها الاسلام، كفل لها كل الحقوق. اول حاجة حق القوامة كما قلنا، والقوامة دي المسؤولية والمصاريف، ان الرجل يتكفل بحق القوامة. حق القوامة ان يقضي لها طلباتها المالية كما يعني امره الاسلام في حدود المعقول وفي حدود المعروف والمتعارف عليه في الحياة الاجتماعية التي يعيشونها معا. يعني إن كانوا في مستوى يعني اجتماعي متوسط يكفل لها ما يوازي أو ما يساوي المستوى الاجتماعي المتوسط. المرأة لها حق الصداق الأصيل
الذي كفله لها الإسلام، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. يعني حق المهر ده حقها خالص مخلص، اللي احنا بنصيغه في هيئة القايمة، والعفش اللي هو موجود للزوجة ده حقها الخالص من مهرها وصداقها، لها حرية التصرف فيه. يعني ده مش بتاخده لما بتطلق بس؟ هو حقها في حياتها وفي حياتها الزوجية وبعد فراقها، ده صداقها، ده صداقة مقدمه بالقايمة ومؤخره بالمال اللي هو موجود في عقد الزواج. لا حق السكنة، قال تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، يعني حق السكنة إنها كلها بيت مستقل تقعد فيه، لا يضر بها أحد لا داخل ولا خارج، يحفظ كرامتها ويحفظ مكانتها. لا حق النفقة، لينفق ذو سعة كما قال القرآن، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. يعني لينفق ذو سعة، يعني المتيسر واللي معاه فلوس ينفق على قدر مكانته الاجتماعية، ومن قدر عليه رزقه يعني اللي ضيق عليه رزقه فقير ينفق مما أتاه الله على قد إيه ما أتاه الله عز وجل إيه من المال. يعني لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، سيجعل الله بعد عسر يسرا. ده حق الإيه، حق النفق. وحق النفق ساقه الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم في أكثر من موضع. قال تبارك وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. وكلمة على المولود له، المولود له ده مين؟ الزوج، الأب يعني. وعلى المولود له يعني عليه مسؤولية إيه؟ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني عليه النفقة وعليه الكسوة وعليه السكنة وعليه الحقوق المادية اللازمة والمطلوبة بكافتها للمرأة. يبقى ده يعتبر من حقوق الرجل على المرأة. من حق المرأة أيضا تجاه الرجل أو على الرجل المعاملة بالمعروف. في معنا مكالمة طبعا بيبلغوني بيها، عامر من الجيزة. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. أمل من الجيزة، أنا آسف. السلام عليكم. السلام عليكم. ازي حضرتك؟ سلام عليكم وبركاته. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وحضرتك طيبه. برنامجكم جميل جدا، وانا متابعاه من بدري من اول رمضان. ربنا يبارك في عمرك يا رب. ربنا يبارك في عمرك. اتفضلي. كنت عايزه اسال استاذ حسين سؤال، بما ان انتم بتتكلموا عن حقوق المراه والرجل. اتفضلي. طيب انا دلوقتي ساكنه في بيت عيله، هو واجب وفرض عليا ان انا اخدم حماتي؟ جميل. هذا سؤال، ده السؤال الاولاني بس. بعد اذنك عندي سؤال ثاني ممكن؟ اتفضلي. اتفضلي. طيب دلوقتي انا شغاله موظفه، تمام. طيب انا جوزي فرض عليا ان انا عشان اكمل شغلي ياخد جزء من مرتبي، ده حرام ولا حلال، ولا اعمل كده ولا ما اعملش؟ جميل. تمام. ولو عملت كده يعني مش هو كده يعني حرام عليه ان هو ياخد مجهودي وشغلي؟ انت وتعبي. طيب راضيه يا امل؟ انت راضيه ان انت ما هو ده تعبي انا وشغلي انا ومجهودي. انا ممكن اساهم بحاجات في البيت، اكمل طبعا عشان الدنيا غاليه، لكن مش فرض عليا ان انا اديله كل فهمنا المقصود يا اخت امل. عند حضرتك اسئله تانية؟ لا، شكرا جدا، شرفتينا. شكرا يا امل. شكرا. بالنسبه للسؤال الاول، يعني السؤال الشائك دائما والمشهور على يعني مواقع التواصل الاجتماعي، هل الزوجة يعني يعني الالزام بخدمة ام الزوج؟ هذا الامر امر يعني من المفترض انه لا جدال فيه، يعني امر طبيعي وسهل ويسير. واحنا هناخده بحاجة بسيطة خالص. يعني هما اللفظ القرآن لما بيجي يوصي بالام، يا جماعة الام مش هي من ولدت بس، الأم وإن علت، يعني الأم وأم الأم وأم الأم وأم الأم هي الجدة يعني، وكذلك الابن وإن نزل، وكذلك الأب. يعني القرآن لما سمى الأب سمى الجد أب، وسمى جد أبو الجد أب، خد بالك. يعني ده معناه إيه؟ معناه إن كلمة أم لا تطلق فقط على الأم التي ولدت، فأم الزوج تعتبر أم للزوج. فحينما يأمر القرآن بطاعة الأم وعدم حقوق الأم، فبوجه أشمل يأمر بطاعة يعني أم الزوجة وخدمتها بالمعروف. يعني ده فرض عليها يا أستاذنا ولا عليه؟ هو ال- 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 الرعاية للزوج و يعني الكفالة بالحقوق الزوجية، على رأسها رعاية أب الزوج وأم. القرآن الكريم وصف النساء في الآية التي معنا، قال إيه؟ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا
من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب. يعني إيه قانتات؟ من معاني قانتات يعني مستقرات في البيوت لترعى المصلحة العامة للزوج وأبو الزوج وأم الزوج وكل ما فيه. يعني معنى ضمني لكلمة قانتات يعني مستقرات في البيت لتراعي المصالح، تراعي أم الزوج إذا كانت يعني مريضة، ده الكفالة للكبير والجري على المسكين وعلى العجوز، ده لو حتى مش أم الزوج له أجر وثواب عند الله. فعلى يعني على الزوجة رعاية أم زوجها وعدم الإضرار بها واحترامها احتراما لزوجها، ولكن هو ليس يعني من باب اللزوم الشخصي بل هو من اللزوم الإجمالي. فالقرآن ألزم الجميع أن يكون على خلق حسن وأن يكرم الكبير. قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ولم يعطي لعالمنا حقه. يعني هي يكفيها فخرا أنها أعطت أحسن نعمة للزوجة اللي هي نعمة الزوج الذي يرعاها ويرعى مصالحها ويكرمها. ده بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني بقى سؤال يعني يعني مهم جدا. الأصل يا أخت أمل، الأصل الأخت أمل في أن الزوج بياخد من فلوس مراته أو له أنه ياخد. الأمر ده له شقين، الإجابة لها شقين. أولا الأصل أن للمرأة ذمة مالية مستقلة، المرأة لها ذمة مالية مستقلة لا يتعدى عليها أحد، ففلوسها خاصة بيها. طيب ماشي، هل الزوج لما بياخد من هذه الزوج هل على شرط؟ يعني كانوا قاعدوا مع بعض واشترطوا أنت عشان تشتغلي أخد جزء من مرتبك، وده لو في شرط أصلا لو في شرط اتفاق. واتفاق فما يأخذه الزوج حلال لا شيء فيه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا أحل حلالا أو حرم حراما، أحل حراما أو حرم حلالا. يعني لو هو هي قال لها أنت ما فيش شغل، أنت تقعدي تربي الأولاد، ولكن قالت له هشتغل بس بشرط تاخد ربع المرتب، تاخد هاخد تلت المرتب، هاخد نص المرتب. طب ليه بيشترط الشرط ده؟ ليه بيشترط؟ لأنه بيتنازل عن بعض حقوقه تجاه عمل زوجته. فهو ممكن يجوب يأتي لأبنائه بمثلا بسيارة، بدادة، بخادمة، بأمر يزيد عن النفقة العادية، فمقابل ما يتنازل عن حقوقه مقابل ما يشترط. طب ولو ده ما بيحصلش يا أستاذنا؟ لو بدون اتفاق أخذ المالي، لا مش بصرف نظر عن الاتفاق، لو ده ما بيحصلش إنه بيتنازلش عن حاجة من حقوقه أو من التزاماتها بالطبيعي مثلاً. أن يتنازل. المرأة إذا خرجت للعمل تركت فراغا في منزلها، فلابد أن يكمل هذا الفراغ الزوج بأي صورة من صور الاكتمال. بيودي حضانة، الأولاد هيروحوا فين لما الزوجة تخرج؟ بيودي حضانة، بيجيب خادم. لا أنا مش ملزوم، أنت هتودي حضانات وأنت مسؤولة عن العيال وأنت هتشتغلي. طب ما هتشتغل يبقى كده الأمر انتهى، هو كده أخذ من مالها بصورة أخرى. يبقى إحنا بنقول الأمر أمرين، الزوجة لها حق مكفول في مالها لا يتعدى عليه أحد إلا بإذنها. قال تبارك وتعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. يعني إذا تنازلت هي برغبتها وإرادتها ما فيش للزوج أي مشاكل ولا غضاضة في أن يأخذ أي شيء طالما بالرضا والتراضي. طيب هو في اتفاق، في قبل ما تشتغلي في 1 2 3، خلاص هذا الاتفاق يمشي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون عند شروطهم. طب ياخدوا بقى، لا بياخدوا لا بالشرط ولا بالتراضي، يبقى لا يصح له أبدا بحال من الأحوال أن يأخذ من مال زوجته إلا بإذنها ورضاها. طيب تعدد الزوجات بقى يا شيخنا، يعني تعدد الزوجات هو الأصل في الشريعة، ولكن تعدد الزوجات يشترط معه شرطا أصيلا كفل المرأة حقوقها. كفل المرأة حقوقها في إيه؟ في أن الرجل إذا خشي الظلم في التعدد فإنه يكتفي بواحدة، وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. طبعا مستحيل أصلا شخص يعدل. لا مش مستحيل ولا حاجة، هو مستحيل لأن الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. أما قول الله تبارك وتعالى: ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، هذا في العدل القلبي، في الميل القلبي. أنا لا أستطيع أبدا بحال من الأحوال أن أحب زوجة مثل أخرى وأكره زوجة مثل أخرى، أو أقرب زوجة لأحد تقريب نفسي أو ميل نفسي وعاطفي، لكن الـ 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 المساواة المادية مكفولة ويمكن يعني الوصول إليها كما وصل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تانية عايز أسأل عليها أستاذ حسين، نقطة أن الراجل من حقه أنه مثلا لو كلم واحدة عادي، لو مشي مع واحدة عادي، ده راجل ما يعبوش حاجة، يعمل اللي هو عايزه، والعكس لا ما ينفعش.
لا شيء في الإسلام اسمه أن الرجل يكلم المرأة عادي ولا يكلم والمرأة لا تكلم، لا شيء في الإسلام بهذه الطريقة. هذه عادات سيئة، الرجل والمرأة تحكمهما حدود إسلامية وحدود فاصلة في التعامل. أصل دايما خاصة في الأماكن الريفية يا أختي ليس كل ما يقره العرف صحيح. الإنسان في شريعة الإسلام مكفول له التعامل مع الآخر مع المرأة بحدود غض البصر وحدود احترام الحرمات والاستئذان على الغير وعدم التكشف على الـ على الـ على الـ على الغير وعدم تكشف الغير عليه واتباع المحارم وامور كثيره. اصل بيحصل مثلا محظور على الرجل كما هي محظوره على المراه، بتشتكي مثلا لحماده تقول لها ده انا زوجي مثلا بيكلم حد او يمشي، تقول لها المشكله ده راجل. نعم. هو مش في الاخر بيرجع لك، هو ليس ذلك. ان من حقوق الرجل على زوجته وقت الحلقه ده يكفي، من حقوق الرجل على زوجته الا تطئ فرشه الا باذنه، ولا الا تدخل بيته الا باذنه، ولا تخاطب احدا الا باذنه. دي حقوق لصيانه الاعراض ويعني حتى لا يحدث ما يخشى عقباه في امور اخرى بتوجد في المجتمع المصري. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من خبب امرأة على زوجها. يعني ممكن الست دي تكلم واحد يخببها على زوجها. يعني يخببها على زوجها يعني يكرهها في زوجها ويحببها فيه. فهذا أمر سد الإنسان وسد الإسلام منافذه وذرائعه حتى يعيش أو تعيش الأسرة في يعني حياة آمنة شرعية مطمئنة. جزاك الله خيرا طبعا يا شيخنا، والوقت بيخلص مننا بسرعة، فنسأل ربنا أن يتقبل مننا إن شاء الله. محتاجين الدعاء بقى، محتاجين الدعاء بقى من حضرتك إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا يا أرحم الراحمين. اللهم هب لنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم اجعلنا في رفقة النبيين والصالحين، وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار بالوجه الذي يرضيك عنا. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، واجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، والحقنا بهم على كامل الإيمان والإخلاص والدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيرا أستاذنا الفاضل، ومعلومات مفيدة جدا. وطبعا بنشكر المشاهدين، وإن شاء الله إلى لقاء آخر في حلقة جديدة إن شاء الله. انتظرونا.